أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح موطئ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه للشيخ الحافظ محمد عبد الباقي الزرقاني رحمه الله تعالى. قد وقفنا عند الحديث الذي يرويه الإمام مالك فيقول، يقول العلامة عبيد الله بن يحيى: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم وأفضل من أهله وماله. وذكرنا قبل صلاة المغرب أن المراد من كلام سيدنا يحيى بن سعيد أن الرجل قد يصلي الصلاة في آخر الوقت، في آخر وقتها المختار، ولكن ما فاته من أول الوقت المختار أو وسط الوقت أفضل من أهله وماله، أو أعظم من أهله وماله. وذكرنا أن العلامة بن عبد البر قال: هذا له حكم الرفع، ذلك لأن الإخبار عن الأمور الغيبية لا يكون من قبل الرأي، وإنما لا بد فيه من الوحي، لأن هذا إخبار عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما يخبر به الراوي عن شيء غيبي فإنما هو له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: هذا له حكم المرفوع، إذ يستحيل أن يكون مثله رأيا، لأنه لا يستطيع أحد أن يخبر عن غيب وإلا كان رجما بالغيب، وهذا لا يصح من المسلم فضلا عن الصحابي. وقد ورد نحوه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج الدارقطني في سننه من طريق عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها، وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله وماله. وضربنا مثلا بصلاة العصر الظهر، وأنها يعني أن وقتها مقسم إلى 3 ساعات: الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة. فإذا صلى في الساعة الثالثة قبيل العصر صلى في آخر الوقت المختار، لكن ما فاته من الساعة الأولى والثانية خير من أهله وماله. هذا معنى الحديث على سبيل التطبيق. وأخرج ابن عبد البر عن ابن عمر رفعه
أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل ليدرك الصلاة وما فاته خير منها، خير من أهله وماله. كل الأحاديث دي في معنى كلام يحيى بن سعيد الذي له حكم الرفع، وأخرجه سعيد بن منصور عنه موقوفا، موقوفا على ابن عمر، وعن طلق بن حبيب مرسلا مرفوعا، لأن طلق هذا من التابعين، طلق بن حبيب مرسلا. طبعا التابعي حينما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون الحديث مرسلا مرفوعا. قال مالك: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا، قال بعضهم فيما حكاه عياض: السهو شغل عن الشيء، والنسيان غفلة عنه وآفة. يعني الفرق بين السهو والنسيان، طبعا يعني العلماء قالوا النسيان يسبقه تذكر، النسيان يسبقه تذكر، كان متذكرا الشيء فنسيه، لكن الغفلة لا يسبقها تذكر. يعني مثلا فلان غفل عن وقت الصلاة، بمعنى أنه فاته الوقت ولم يدر به، هذه غفلة. لكن النسيان كان يعني متذكرا أنه يريد الصلاة، يريد صلاة الظهر، ثم نسي صلاة الظهر ولم يصليها حتى جاء وقت العصر، فده يقال نسي صلاة الظهر، أنه كان متذكرا ثم نسي، بخلاف الغفلة. الغفلة يعني يتذكرها مرة واحدة، يعني يجي في صلاة العصر يقول إيه: غفلت عن صلاة الظهر، لم أصل الظهر، يبقى هذه غفلة، هذه غفلة. ليه؟ لأنه ظن نفسه أنه صلاها، خصوصا المواظب على الصلاة في جماعة، المواظب على الصلاة في جماعة يغفل عن الوقت ويعتقد أنه صلاها، فإذا جاء وقت الصلاة الثانية يعني يستيقظ ويقول أنا لم أصلي الظهر، فهذه غفلة، لأنه لم يسبق لها إيه؟ لم يسبق لها ذكر. ولذلك قال: ساهيا أو ناسيا، من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر صلاة ساهيا أو ناسيا. فالساهي يظن نفسه أنه إيه؟ صلى، فإيه يعني إيه؟ يسهو عن كونه صلى. أما الناسي فإنه يكون متذكرا ثم ينسى. قال: حتى قدم على أهله، المراد حتى تم سفره، سواء كان له أهل أم لا، لأن المراد بالأهل الزوجة، يعني سواء كان متزوجا أو غير متزوج، فإذا كان قدم على أهله أي قدم على زوجته. ممكن يراد بالأهل مثل أقرباء الأب والأم يعني والإخوة، المهم أنه قدم إلى منزله، قدم إلى منزله، أنه إن قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم أي يتم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر أي مقصورة، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال الإمام مالك: وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس، والمراد بالناس يعني التابعين وأهل العلم، وأهل العلم أتباعهم، يعني الذين تبعوا التابعين، لأن الإمام مالك من تابع التابعين،
فأدرك التابعين وأدرك تابع التابعين ببلدنا أي المدينة. هذه مسألة من ضمن المسائل المهمة جدا. فالمسافر طبعا لا يؤخر الصلاة عمدا، ده المفترض في المسلم أنه لا يؤخر الصلاة عمدا كما يفعل الناس اليوم، يقول أنا في سفر فيخرج الصلاة عن وقته، مع أن يعني الإسلام أمره أن يؤدي الصلاة في الطريق مقصورة، وإن شاء جمع تقديم أو جمع تأخير، يعني معه رخصة، لكنه غفل أو نسي فلم يصلي، يعني سافر في وقت صلاة الظهر ففاتت الظهر وفاتت العصر سهوا أو غفلة، لأن المسلم لا يتعمد التأخير، فقدم على أهله بعد المغرب، وصل البلد بعد المغرب، يبقى صار مقيما لأن حكم القصر ينقطع بالوصول إلى البلد، ما دام وصل البلد أصبح مقيما. وفاتت صلاة الظهر والعصر في السفر، هنا طبعا عندنا في المالكية قالوا الشيخ الدربي رضي الله عنه في شرح الصغير قال ويقضيها أي الصلاة بنحو ما فاتته سفرية أو حضرية، يعني يقضي الظهر والعصر مقصورتين لفواتهما فين؟ في السفر. أما إذا قدم قبل المغرب يبقى قدم في الوقت، لم ينقطع حكم الوقت، بل الوقت ممدود حتى دخل البلد، باقي نصف ساعة، باقي ربع ساعة، يتوضأ ويصلي الظهر والعصر 4 ركعات لإدراكهما في وقتهما الضروري، وهو أداء، يعني أداء الصلاة 4 ركعات قبل المغرب هذا أداء للصلاة، فيقضيها فيصليهما، ما نقولش يقضيهما، لا، يصليهما 4 ركعات لانقطاع حكم السفر بالوصول إلى البلد، لأن بداية السفر هي نهاية السفر، طبعا هو من أول ما يخرج من بساتين البلد أو من آخر عمران البلد بدأ القصر، وحينما يصل إلى أول البلد انقطع القصر وصار تماما. إذا كان الوقت باقي يبقى يصليهما حضريتين 4 ركعات، وإن وصل بعد ذهاب الوقت بعد المغرب يصليهما سفريتين، ده بالنسبة للظهر والعصر. بالنسبة للمغرب والعشاء، المغرب والعشاء الوقت ممدود إلى الفجر، إذا وصل قبل الفجر صلى العشاء 4 ركعات، والمغرب طبعا على أي حال يعني تقضى ثلاثا سواء في الأداء أو في القضاء، والعشاء هي التي ينطبق عليها الكلام السابق، إذا وصل قبل الفجر صلاها 4 ركعات، وإذا وصل بعد الفجر صلاها 2 ركعتين قضاء، يقضيها كما فاتته في السفر، يبقى يقضيها 4 ركعات، فاتته ووصل في وقتها يقضيها 4 ركعات، أو بمعنى أصح يؤديها 4 ركعات لأنه ما زال وقتها موجودا، إذا طلع الفجر ووصل بعد صلاة الفجر يبقى يصليها يصليها سفرية لأنها فاتته في السفر، يصليها 2 ركعات.
قبل الوقت، سافر قبل الوقت. طيران هو الصلاة في الطائرة لم يجزها إلا الحنفية، لكن الجمهور عندنا عند المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة قالوا لا بد في السجود من الاتصال بالأرض، لكن السجود في الهواء عند الجمهور لا يجوز. فهنا طبعا رأي الإمام أبي حنيفة هو الأرجح، أنه أحيانا الواحد يواصل 16 ساعة طيران و 12 ساعة، يبقى يصلي على مذهب الإمام أبي حنيفة. لكن هي هنا المشكلة في القيام والقعود، مدام فيه مكان في الطيارة يقدر يقوم ويقعد يبقى يصلي وهو قائم قاعد، إلا إذا كان يصيبه الدوار والدوخة وهو واقف يبقى يصلي على الكرسي. لكن في الفرض لابد أن يكون متوجها إلى القبلة، في الفرض بالذات. النافلة يجوز أن يصليها على الكرسي حيثما توجهت به السيارة، الطيارة أو السيارة. نعم، ما هو يصلي فيها في السفينة، سفينة الفضاء اللي هي الطيارة، هي طيارة. يصلي، لكن يصلي، لكن لابد حتى يفارق الكرسي ويجلس على الأرض إذا لم يستطع القيام، يعني يجلس إلى القبلة. يقول أين القبلة؟ يقول له مثلا هذه الناحية أو هذه الناحية، يبقى هيجلس هنا على الأرض ويؤدي الصلاة إذا خاف على نفسه من الدوران والدوخة. أما إذا لم يخف يبقى هيقوم ويصلي كما هو في السفينة أو في القطار، ده في الفرض بالذات. أما النفل يجوز أن يصلي على الكرسي حيثما توجهت به الدابة. خلاص يبقى هيصلي احتياطا، يؤدي الصلاة على هذه الحالة ويعيدها احتياطا تبرئة للذمة، يعني يصلي في الوقت كيف ما شاء ثم يعيد هذه الصلاة بعد أن ينزل، يبقى حافظ على الوقت وأدى الصلاة وامتثل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يبقى هنا الذي يقدر عليه يفعله، فاتقوا الله ما استطعتم. والحديث وإذا أمرتكم بأمر منه بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يبقى هو بذل جهده ثم لكن يعيد الصلاة على هيئتها الشرعية. نعم، ما هو الانحراف اليسير موتفر، يعني هو طبعا ما بيمشيش عكسي، يعني هو ما يمشيش كسلا جنوب ويروح ماشي شرق، لا هو طبعا ماشي على البلد اللي هو سير إليها، ما بيغيرش، تغييره طفيف جدا. فالانحراف اليسير لا يضر، يعني إذا كان بينحرف علشان يتفادى مطبات الهواء يبقى لا شيء في هذا. حتى أنت لو أنت مثلا كل هذا عملت كده هو صلاتك صحيحة، عملت كده صلاتك صحيحة. 45 جنة. لا ما يزيدش، أهم حاجة لا يشرق ولا يغرب عن القبلة يعني. نعم؟ أي بالضبط كده، بالضبط كده.
فقال لي وجهك شطر المسجد الحرام. خلاص يبقى هو يعني هو لو فقد القيام هياخذ حكم المريض الذي فقد القدرة على القيام يصلي جالسا. لا هنا مش هيعيد لأن ده مسافة طويلة شهر كامل. هياخذ حكم المريض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنه عن نبيه قال له يا عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. في رواية النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا أي على ظهرك أو بطنك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمران بن الحصين. يبقى بالنسبة للظهرين إذا وصل بعد المغرب يصليهما قصرا الظهر والعصر. وبالنسبة للمغرب والعشاء إذا وصل بعد طلوع الفجر يصلي العشاء قصرا. وإذا وصل في المغرب في الظهر والعصر قبل المغرب بل وصل البلد يصليهما تماما أربعة وأربعة. وإذا وصل قبل الفجر في المغرب والعشاء فاته في السفر يصلي العشاء أربع ركعات لوصوله في وقتها مش يقصر. لا لو صلى في الطريق يقصر لكن صلى في بلده قبل الفجر يصليها يصليها أربع لأن أصبح مقيما انقطع حكم السفر. لأن في ناس يعني بيعمل برأيه يعني يقول أنا كنت في سفر فيصل إلى البلد ويصلي الظهر والعصر قبل المغرب يصليهما قصرا. لا قصر انتهى انتهينا في البلد. القصر في حين السفر إذا وصل في الوقت لكن وصل من السفر بعد خروج الوقت بعد المغرب يبقى فاتته في السفر يصليهما اثنين اثنين في الظهر والعصر. لا يصلي قصر يعني لا ده يقعد لغاية 20 صلاة يصلي قصر يبقى ولو بقى 4 أيام يعني الذهاب غير محسوب والإياب غير محسوب. 20 صلاة في الإسكندرية سافرت من القاهرة مثلا بعد الظهر تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في الطريق ثم تحسب من أول نزولك إسكندرية المغرب والعشاء وثلاثة أيام كاملة وثلاثة أوقات من اليوم الرابع يبقى كم دول 20 صلاة لك 20 صلاة. لو هتبقى أسبوع هتتم من أول ما تنزل تتم من أول نزولك لأصبحت مقيم هتقعد 5 أيام 6 أيام 7 أيام يبقى أنت تقصر في السفر في المسافة يعني بين اسكندرية والقاهرة وهناك تصلي صلاة المقيم لأنك من أهل اسكندرية. أقل من 20 صلاة تقصر 20 صلاة فأقل يبقى ايه تقصر اكثر تتم وهكذا 20 صلاة. لا 20 صلاة 4 أيام. لا في البلد أيوه. لازم من الخروج من البلد صلى الظهر والعصر جمع ثم رجع محل قريته وبلده حبه لا شيء لا شيء. يعني واحد صلى
صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا مثلا ووصل اسكندرية او وصل القاهرة قبل المغرب، يعني ذهب ورجع وما زال وقت الظهر والعصر ده، لكن هي وقعت صحيح. ما دام الصلاة وقعت صحيحة لا تعاد. بعض الناس يقول أعيدها تاني، طب ما الفائدة في الأداء؟ أن أنت امتثلت أمر الشارع، قصرت في السفر فصليت صلاة صحيحة، يبقى لا وجه لإعادتها مرة أخرى، لأن الإعادة بأمر جديد، ما فيش أمر جديد هنا. نعم نعم، حتى لو وجد الجماعة لا يعيد، يعني لو أعاد لفضل الجماعة إعادة مستحبة فقط وليست إيه واجبة. في فرق بين الإعادة الواجبة والإعادة المندوبة. يعني الإنسان لما يصلي منفرد ثم يجد جماعة يبقى صلاته مع الجماعة ده على سبيل الاستحباب لتحصيل الإيه الأجر والثواب، لكن لا يجب عليه الإعادة. تجب الإعادة متى؟ إذا بطلت الصلاة أو تبين له البطلان يبقى يجب عليه أن يعيد، لكن إذا وقعت الصلاة صحيحة لا تعاد. ده الضابط يعني. أيوه طبعا سنة القصر، لأن القصر يعني ثوابه أكبر. يعني الإنسان لو صلى قصر وحده أفضل من أن يصلي في جماعة تماما، لأن سنة أوكد من سنة الإيه الجماعة. نعم. لا 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 لا، القصر لازم لابد أن يتجاوز آخر البلد لازم، لكن لو يجوز له أن يجمع فقط، يجمع قبل الخروج من البيت لكن يصلي كاملا، صلي الظهر والعصر أربعا وأربعا ويركب من بيته. الجمع غير القصر، الجمع لا يشترط فيه الخروج من البلد، إنما القصر لابد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قصرا خارج المدينة لما يوصل ذي الحليفة اللي هو الميقات، كان يصلي قصرا، لا في البيت يصلي أربعا، الظهر أربعا والعصر أربعا قبل أن يخرج من البيت، وكذلك في المغرب والعشاء. هي مسائل القصر طبعا من ضمن المسائل الصعبة في التطبيق بالذات، فلابد يعني الإنسان يعني قبل أن يجمع أو يقصر لابد أن يسأل. هنا طبعا بالنسبة للمسألة التي معنا، قلنا لو واحد في سفر ولم يصلي الظهر أو العصر قصرا ووصل البلد قبل الغروب يصلي الظهر والعصر كاملتين، لو وصل بعد المغرب يصليهما مقصورتين، وكذلك المغرب والعشاء إذا وصل قبل الفجر صلى العشاء أربعا، وإذا وصل بعد الفجر صلى العشاء ركعتين. هذا ما قاله الإمام مالك، قال وهو الذي أدركت عليه الناس ببلدنا. وقال مالك الشفق الحمرة التي ترى في أفق المغرب، وهذا هو المعروف في مذهبه. الشفق اللي هو أثر غياب الشمس، الأثر بعد غياب الشمس، يبقى فيه حاجة اسمها شفق، يعني نقول إيه حمار يكون جهة الغرب من آثار الشمس. يعني الشمس طبعا بتغيب في الأفق فتبقى هناك حمرة وصفرة، فإذا غاب الشفق الأحمر والأصفر فقد وجبت العشاء عندنا،
الشيخ الدردير قال كده رضي الله عنه في أسهل المسالك يعني في مختصر الإمام مالك، قال: فإذا لم يبق في المغرب حمرة ولا صفرة فقد وجبت العشاء. يعني أن العشاء عندنا يجب أو يدخل وقته بعد غياب الشمس بأربعين دقيقة في المالكية. يعني مثلا الشمس هنا تغيب على الساعة 5 أو 5 ودقيقتين، يبقى 42 5 و42 صحة العشاء عندنا. يعني من صلى العشاء مثلا في جماعة في بيته صلاته إيه؟ صحيحة. ليه؟ لأنه طبعا ذهب الشفق الأحمر والأصفر ولا ينتظر غياب الأبيض، الشفق الأبيض اللي هو البياض اللي هو يعني لا ترى فيه النجوم. أما إذا غاب الأبيض ظهرت النجوم، دائما أنت بتشوف السماء كده إيه ظهرت. ده مذهب الإمام أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة يقول لابد من غياب الشفق الأصفر والأحمر والأبيض اللي هو اللي احنا ماشيين عليه الآن، ساعة ونصف أو ساعة وثلث على حسب الصيف والشتاء. يعني الأذان الآن على مذهب الإمام أبي حنيفة. نعم أيوة طبعا أيوة تصح. نعم قبل ما يأذن ده، ما أقول لك الأذان ده على مذهب أبي حنيفة، ينتظر غياب الأبيض الشفق الأبيض اللي هو البياض اللي في السماء. لكن إذا غاب الأحمر عندنا وجبت الإيه العشاء. ثلثي ساعة يعني في ثلث ساعة عند الإمام أبي حنيفة زيادة. وقال الإمام أبو حنيفة إنه البياض الذي يليها، إنه البياض الذي يليها، يعني غياب الشفق الأحمر والأبيض. هنا الشيخ الزرقاني قال ورد على الإمام أبو حنيفة، يعني رد بأنه مختص في الاستعمال بالحمرة، إن الشفق الأحمر هو الذي يقال له الشفق والأبيض لا يقال له شفق، فلا أقسم بالشفق. الشفق عايز أقول في اللغة هو الحمرة، هو إيه؟ هو الحمرة، لكن لا يقال للبياض شفق. يعني عايز أقول هو رد على الحنفية يعني. لكن هو طبعا مستند الإمام أبو حنيفة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء لاجتماع الناس، كان يؤخر الصلاة صلاة العشاء لاجتماع الناس، وإذا اجتمع الناس صلى في أول الوقت. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى اجتماع الناس صلى، إذا لم يجد اجتماعا انتظر حتى يجتمع الناس. ما وقت العشاء الاختياري إلى ثلث الليل الأول، مقدار 4 ساعات، يعني لما يكون الليل 12 ساعة يبقى الثلث يمثل 4 ساعات، يعني مثلا من الساعة 6:30 مثلا إلى الساعة 10:30 يبقى انتهى وقت العشاء الاختياري 4 ساعات. نعم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيبقى من الساعة 5 و4 ساعات يبقى الساعة 9. احنا حسبناها من ايه؟ من العشاء. لا، هي تحسب الليل يحسب من غياب الشمس إلى طلوع الفجر، دول 12 ساعة بالضبط الآن، أو 12 إلا ربع، فيبقى 12 ساعة ثلثهم 4 ساعات، يبقى 4 ساعات اللي هي ايه ثلث الليل، يبقى الساعة 9 انتهى وقت العشاء الاختياري.
وباقيه إلى الفجر ضروري. قال وهناك قول بأن العشاء لا اختيارية لها، لا ضرورية لها، وإنما كل الليل اختياري. الشيخ الصالح قال وفي هذا فسحة، وفي هذا فسحة. كالصبح، الصبح قيل إنه لا اختيارية له، يعني لا ضرورية له، يعني اختياري إلى طلوع الشمس، يعني حتى الإسفار يعتبر اختيار، يعني وقت الصبح ووقت العشاء في خلاف يعني في الاختياري والضروري. رأي نعم أيه. في رأي أيوة في رأي كده. قال لقولي، هو طبعا بيرد على الحنفية بأن الأبيض لا يقال له شفق، يقول بقول الأعرابي، لقول الأعرابي وقد رأى ثوبا أحمر قال كأنه شفق، كأنه شفق. ده دليل على أن التفسير، سواء تفسير أي شيء في القرآن أو في السنة، لا بد أن يوافق كلام العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي والقرآن نزل بلسان عربي. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس قال ما عرفت معنى فاطر، لما قرأ الحمد لله فاطر السماوات والأرض قال لم أعرف معنى فاطر حتى اختصم أعرابيان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها، يعني إيه أنا أنشأتها، فاطر السماوات والأرض يعني خلقهما وأنشأهما. فقال ما لا أعرف معنى فاطر حتى اختصم الإيه الأعرابيان، واحد يقول دي بتاعتي ودي يقول بتاعتي، فقال أحدهما إيه أنا فطرتها يعني أنشأتها بعد أن لم تكن، يعني أنا اللي حفرتها يعني، لكن هو قال أنا فطرتها فنطق بلغة القرآن. القرآن نزل بلغة العرب فلابد أن يفسر بلغة العرب. ولذلك ابن عباس نفسه كان يقول إذا أشكل عليكم شيء في القرآن فارجعوا إلى شعر العرب فإنه ديوانهم والقرآن نزل بلغتهم، يعني دائما حينما نختلف نرجع إلى كلام العرب في استعمالاتهم، مش إحنا اللي إيه نفسر إحنا لا، يعني القرآن قال بلسان عربي مبين، والقرآن قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي بلغتهم. وقال المفسرون في قوله فلا أقسم بالشفق أنه الحمرة، وقال الخليل بن أحمد رقدت البياض فوجدته يبقى إلى ثلث الليل، وقال غيره إلى نصفه، قال فلو رتب الحكم عليه للزم تأخيرها إلى ثلثه أو نصفه. برضو رجع لأهل اللغة الشيخ عبد الباقي الزرقان، رجع إلى اللغة في تفسير الشفق. يبقى إذن العرب يقولون عن الشفق إنه إيه؟ إنه الحمرة. والخليل قال رقدت البياض فوجدته يصل إلى الثلث أو إلى النصف. فلو أخذنا بكلام الإمام أبي حنيفة في غياب الأبيض لكنا يمتد وقت العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، يعني حتى يجب، حتى تجب العشاء. قال فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء أي دخل وقت وجوبها. احنا قلنا على رأي الإمام مالك بعد 40 دقيقة من غياب الشمس. وقد صح أن جبريل صلى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم العشاء حين غاب الشفق، حين غاب الشفق يعني نزل حين غاب الشفق في أول يوم حين غاب الشفق فصل،
وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل، حين ذهب ثلث الليل فصلى، وقال له الوقت ما بين هذين، يعني ما بين غياب الشفق إلى ثلث الليل بالنسبة للعشاء. وقوله وخرجت من وقت المغرب، أي خرجت أيها المصلي من وقت المغرب، أي الوقت المختار، وإلا فوقتها الليل كله. وهذا ظاهر جدا في امتداد مختارها إلى الشفق، وقد قال ابن العربي في شرح الترمذي إنه الصحيح، وقال في أحكامه إنه المشهور من مذهب مالك. يعني إذا غاب الشفق خرج وقت المغرب، يعني وقت المغرب من غياب الشمس إلى امتداد الشفق، إذا غاب الشفق يبقى انتهى وقت الإيه؟ انتهى وقت المغرب. بس ده دليل على أن وقت المغرب على هذا الرأي ممتد إلى نهاية الشفق. لكن المعروف في نزول سيدنا جبريل أنه نزل في اليومين عند غياب الشمس، هو الوقت الذي نزل فيه سيدنا جبريل، هو لكن بات الأوقات نزل في أول الوقت وفي آخر الوقت، إلا المغرب نزل في اليومين في وقت غياب الشمس. بس هو هنا يعني ابن العربي والزرقاني يقولان إن وقت المغرب يمتد إلى نهاية الشفق، لأنه بعد الشفق ما ينتهي يبقى وقت ضروري إلى الفجر وقت المغرب، ويشترك مع العشاء في وقت الإيه؟ في الثلثين الأخيرين. لكن اللي مشى عليه الشيخ الدردير رضي الله عنه أن المغرب لا اختياري لها، وإنما وقتها بعد غياب قرص الشمس بمقدار تحصيل الطهارة الصغرى أو الكبرى وأداء الصلاة، هذا هو الوقت الاختياري. لكن ابن العربي يقول إنه المشهور من المذهب، لكن الراجح الذي قاله الشيخ الدردير رضي الله عنه اللي هو الموافق لنزول سيدنا جبريل، لأنه نزل في اليومين وقت غياب قرص الشمس ولم ينزل يعني في غيره، فدل على أن المغرب لا اختياري له إلا بمقدار الفعل. أيوه اللي هو ايه؟ لا مش مقدر بدقائق، لانه يختلف من واحد لواحد في طول الصلاة، يعني لو طول في الصلاة هو الوقت الاختياري، قصر في الصلاة انتهى الوقت الاختياري، يعني صلاها في 10 دقائق هذا هو وقتها، مجرد سلام الامام دخل بعد ذلك اللي يأتي يبقى ادى الصلاة في الوقت الضروري، اذا ادرك مع الإمام ركعة يبقى صلاها في الوقت الاختياري، سواء طول الإمام أو قصر، هي يسن فيها التقصير، يعني يقرأ فيها من الضحى إلى الناس قصار المفصل، فإذا يعني صلى بأكثر وطال وقتها بالإمام فهو الوقت الاختياري برضه. علشان في حديث في صحيح مسلم، حديث سيدنا جابر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال لمن شاء، يعني هي سنة اختيارية، فهو لو انتظر 5 دقائق أو 10 دقائق لا شيء، يعني هي منوطة وقتها الاختياري منوط بصلاة الإمام، مقدار صلاة الإمام، لأنه إحنا برضو 10 دقائق أو 5
مقدار تحصيل الطهارة الصغرى الوضوء أو الكبرى. يعني الغسل مثلا يكفيه العشر دقائق لغير الموسوس طبعا، الموسوس عايز نص ساعة أو أكثر، لكن المعتاد لو واحد يعني جنوب ودخل المغتسل في عشر دقائق ويصل يدرك الصلاة. قال عبيد الله بن يحيى: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. ده حكم غياب العقل أو حكم الإغماء. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله من الإغماء، اللي هي نسميها احنا الغيبوبة، غيبوبة العقل، لها أسباب طبعا كثيرة. فلم يقض الصلاة حين أفاق. الإمام مالك يقول: وذلك فيما نرى أو فيما نرى أي نظن، لو قلنا فيما نرى أو فيما نرى، نرى أي نظن، لكن لو قال نرى يبقى نعلم، بمعنى إيه؟ أعلم. قال: والله أعلم، ولم يجزم بالحكم طبعا، لأنه لم يعلم حقيقة مذهب ابن عمر أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي وجوبا إذ ما به السقوط به، إذ ما به السقوط به الإدراك اللي هو إيه؟ العقل. إذا ذهب العقل فلا تكليف، وإذا وجد العقل كان التكليف، وكل تكليف بشرط العقل كما يقول أهل العلم. فطبعا العقل إذا غاب بالغيبوبة وأخذ الوقت كله، يعني أغمي عليه مثلا من الظهر، من أذان الظهر إلى ما بعد المغرب، هنا لا يصلي الظهر والعصر، لأنه في هذا الوقت ليس مخاطبا بالصلاة، والقلم مرفوع عنه، القلم رفع عنه، لأنه يأخذ حكم الإيه؟ المجنون الذي لا عقل له. لكن يعني الحنفية قالوا إذا أغمي عليه خمسة أوقات لا يقضي، والحنابلة قالوا يقضي ولو أغمي عليه شهرا، يعني من ما يفوق يصلي. ده حكم المغمى عليه. احنا هنا طبعا مقيد بالوقت، يعني مثلا اغمي عليه من غروب الشمس الى طلوع الفجر يبقى سقط عنه المغرب والعشاء، اغمي عليه من الظهر الى المغرب يبقى سقط عنه الظهر والعصر، لا يقضي. ومثل المغمى عليه المجنون، المجنون اللي هو ايه؟ غير مطبق، يعني يصيبه الجنون مثلا يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع ثم يستفيق، يبقى لا يقضي ما فاته، لأنه في فترة الجنون فاقد للعقل، فأشبهه إيه؟ المغمى عليه. بالنسبة للخطاب، لأنه حتى لو إحنا أمرناه لا يعقل الخطاب، لو أمرناه بالصلاة لا يعقل الخطاب، بل لا يسمع أصلا. لكن بخلاف البنج اللي بياخد بنج في العمليات، أحيانا البنج ياخد 12 ساعة في عمليات القلب
العمليات الكبرى احيانا تاخد اكثر من 12 ساعة و 15 ساعة و 20 ساعة، ويبقى بعدها المريض مثلا ممكن 3 أيام لا يدري. فهنا ده طبعا لأنه ده أدخل، أو يعني هناك أحد تسبب في الإغماء، يعني نقول أخذ سببا، حقنة الإيه؟ حقنة البنج. هياخذ حكم النوم، يبقى ده يقضي ايه؟ يقضي ما فات. ولذلك ده ممكن اذا دخل العمليات بعد الظهر يجوز ان يصلي الظهر والعصر جمعا من غير قصر، واذا دخل بعد المغرب يصلي ايه؟ المغرب والعشاء. والاصل فيه طبعا حديث ابن عباس في البخاري ومسلم، انه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر من غير سفر ولا مطر. قيل كيف يا ابن عباس يعني يجمع من غير سفر ولا مطر؟ قال اراد الا يحرج امته صلى الله عليه وسلم، اراد الا يحرج أراد ألا يوقعها في الحرج. فلو واحد برضو يعني داخل في موضوع هيستغرق إلى المغرب زي العملية الجراحية دي مثلا، أو أي شيء مهم الخروج منه صعب، يجوز أن يصلي الظهر والعصر جمعا بس من غير قصر، يجمع الظهر العصر مع الظهر ويدخل في الايه؟ في الامر، بس لا يجعلها عاده، الشرط الا يجعلها. وده مذهب الامام الشافعي مش مذهبنا احنا، خلي بالك، هذا مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه. نعم ممكن، نعم التقديم يعني اي نعم يعني هي بالنسبه للمريض افضل، ربما لا يخرج من العمليه، يبقى حتى اذا لم يخرج يبقى قبض على طاعه، واذا اراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا وما استعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه الى عمل خير قبل ان يموت ثم يقبضه عليه، يبقى احسن الله ختامه. ايوه كلاهما واحد. لا يعني على الظهر والعصر. ايوه طبعا ايوه. في رساله للشيخ احمد الغماري، الشيخ احمد الغماري اسمها ايه؟ ازاله الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر. ازاله الخطر عمن جمع الصلاتين في الحضر، رسالة صغيرة كده جميلة جدا. هي عمادها حديث ابن عباس، انه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين من غير مرض ولا مطر، لأن المطر سبب الجمع والسفر سبب الجمع، لكن ده من غير سفر ولا مطر حتى لا يوقع الأمة في الإحراج. باب النوم عن الصلاة، أي ما حكمه؟ هل كالإغماء أو لا؟ فتجب إذا انتبه. قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال اكلأ لنا الصبح، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال
ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح. ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وأقم الصلاة لذكري. مالك عن ابن شهاب الزهري، هو راوي الحديث، عن سعيد بن المسيب ابن حزم ابن أبي وهب ابن عمرو ابن مالك ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأسبل. ابن عمرو بن عائد بن عمرو ابن إيه؟ ابن عائد. هو ابن عمران ابن مخزوم القرشي هنا، لكن هي ابن عمرو عندك؟ نعم. نبقى نرجع إلى ترجمتي في القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، وهو من كبار التابعين، سيدنا سعيد يعني من كبار التابعين، وأبوه وجده صحابيان، واتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، مرسلات سيدنا سعيد. وقال علي بن المديني شيخ البخاري: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات سنة 94 وقيل سنة 93 وقد ناهز 80، ومكث 40 عاما لا يؤذن عليه الأذان إلا وهو في المسجد، سيدنا سعيد. ولذلك قيل إنه أفضل التابعين، وحج 40 حجة، 40 مرة حج. ولذلك في أيام الحرة لما عطلت الصلاة في المسجد النبوي قال: كنت أعرف الصلاة، يعني وقت الصلاة، من همهمة أسمعها من الروضة الشريفة. كان يسمع الأذان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة. ذكر ذلك الإمام البيهقي في رسالة حياة الأنبياء، الإمام البيهقي عنده رسالة ذكر فيها هذا الكلام بسند صحيح. وهذا الحديث مرسل عند جميع رواة الموطأ، وقد تبين وصله، يعني هو موصول عند الإمام مسلم، فأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواية الإرسال لا تضر في رواية من وصله، لأن يونس من الثقات الحفاظ، احتج به الأئمة الستة، وتابعه الأوزاعي وابن إسحاق في رواية ابن عبد البر، وتابع مالكا على إرساله معمر في رواية عبد الرزاق عنه وسفيان ابن عيين، ووصله في رواية أبان أبان العطار عن معمر، لكن عبد الرزاق أثبته في معمر من أبان، ومحمد بن إسحاق في السيرة
عن ابن شهاب عن سعيد مرسلا. قال فيحمل على أن الزهري حدث به على الوجهين مرسلا وموصولا، يعني كده في رواية الموطأ مرسل، في رواية مسلم موصول مرفوع. قال إيه؟ عرس لما كان راجع من خيبر، مشى بالليل يعني، فعرس عرس حين قفل أي رجع، والقفول الرجوع من السفر، ولا يقال لمن سافر مبتدئا قفل إلا القافلة طبعا تفاؤلا. يعني كلمة القفول معناها الرجوع، الرجوع من القفلة من السفر يعني يعني رجع عنه. قال ولا يقال لمن سافر مبتدئا قفل، يعني من حيث الابتداء يعني، إلا القافلة يقال القافلة يعني الرجاء من باب الايه، من باب التفاؤل. ونقف إن شاء الله عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، أولئك هم الهادون.